إذا فيما يتعلق بالشبكات، أتكلمت أن معي أنواع للشبكة المحلية والشبكة الواسعة. والشبكة المحلية في نفس المبنى، وقد تكون سلكية وقد تكون لا سلكية. وتكلمت على الشبكة الواسعة اللي بتربط بين المدن. قبل ما ننتقل من هذه الجزئية، تعتقد شبكة البريد اللي في أمانة العاصمة تعتبر شبكة محلية ولا واسعة؟ بريد واسعة. اللي في أمانة العاصمة بس. واسعة لأني تخلي من واحد كل مرة. إيش رأيك أخوات؟ واسعة. اسمك أخوات؟ محلي ولا واسعة؟ واسعة. أشياء أشياء. وهذولا في فروع مختلفة داخل أمانة العاصمة، وأيضا لا ينطبق عليها وصف الشبكة الواسعة اللي هي بين المدن والدول. هل الشبكة اسمها شبكة الماء أو شبكة المدينة؟ هذه واحدة من أحدث أنواع الشبكة. طيب إذا أنا الشيء أسوي شبكة، أمامي خياري، ما بشلهم ثالث، لا ثالث لهما. يا من يسوي شبكة، شبكة عادية من غير أي تحكم مركزي، الغرض منها فقط نقل البيانات، أو إن يسوي شبكة ذات تحكم مركزي اسمها شبكة الخادم والعميل. قد سمعت على حاجة اسمها جهاز كمبيوتر اسمه سيرفر. سيرفر. السيرفر هذا الجهاز المركزي للشركة، الجهاز اللي بتخزن فيه كل البيانات. لا هذا هو السيرفر. هذا هو جهاز السيرفر. ترجمة بالعربي يسمى خادم. هذا المقصود فيه شبكة الخادم، وبقية الأجهزة هذه تسمى عملاء. هذه الشبكة هي الشبكة القوية جدا، أول حاجة من حيث السيكيورتي والأمان، ومن حيث المرونة والكفاءة. فالبيانات كلها تخزن بينه في الجهاز المركزي، وبقية الأجهزة هذه فقط عبارة عن طرفيات للوصول إلى هذا البيان. يعني أيهما الأفضل الآن؟ الخادم الأمين ولا الشبكة العادية؟ الشبكة العادية اسمها شبكة الند للند، يعني ما في حد أحسن من أحد، كلهم نفس بعض. إيش رأيكم؟ أين هي أقوى من حيث الحماية؟ والشركة الكبيرة البنوك كلهم يفعلوا شبكات، إيش بيفعلوها؟ الند ولا شبكة الخادم الأمين؟ الخادم الأمين. السيرفر اللي هي شبكة الخادم الأمين. طيب تكلمنا على انواع الشبكات جغرافيا حسب وجودها الجغرافي اللي هي محلي واسع. الان بتكلم على انواع الشبكات فعليا. كمثال فعلي على الشبكه الواسعه، شبكه الانترنت. هذا مثال فعلي على الشبكه الواسعه. اكيد الانترنت الكل يعرفها انها شبكه وتربط ملايين من الأجهزة حول العالم مع بعضها البعض. طيب الإنترنت شبكة مفتوحة، هذه أهم ملاحظة فيها. ممكن أي شخص يوصل إليها بغير أي قيود من أي مكان في العالم، صح ولا لا؟ لكن كمثال على الشبكات المحلية، في شبكة اسمها الإنترنت وشبكة اسمها الإكسترا. أول شيء من أسمائهم منهم شبكات محلية، يعني بتواجدوا في نفس المبنى تبع الشركة. طيب أول ملاحظة، هذول الثنتين جزء محدود من شبكة الإنترنت، بس من يقدر يوصل إليها؟ هذا هو البارع. شبكة الإنترنت يقدر يوصلها الموظفين فقط داخل الشركة، يعني في نفس المبنى فقط. بالضبط. طبعا موظفين هذول اسمه استخدموا كلمة سر على ما يقدروا يوصلوها، بدون نقل الأخبار فيما بينهم، تشاركوا في الملفات، توصلهم الأخبار الجديدة داخل الشركة نفسها. بينما الشبكات حق البنوك تسمى شبكات إكسترانت، يقدر يوصلها الموظفين بحساباتهم، يقدر يوصلها من؟ العملاء. هذه يطلق عليها أيضا شبكة داخلية وهذا خارجي. يعلمكم هذا الاثنين من أكثر حاجة اللي بتجس إلى فيه الإنترنت والإكسترانت، أكثر المواضيع اللي توصل فيها الأسئلة.
حد الشاهد ايش عايز بالضبط؟ طيب قبل اديكم اوجه التشابه بين الثلاث قبل الخلافه. التشابه ان كلهم بيستخدموا تقنيه الانترنت. طيب اوجه الاختلاف ان الانترنت شبكه مفتوحه بامكان اي شخص حول العالم يوصل اليها بغير اي قيود. لكن شبكه الانترنت والاكسترنت شبكات مغلقه. هذا الفارق الان. من بيقدر يوصل الانترنت؟ الموظفين داخل الشركه فقط. من بيقدر يوصل الاكسترنت؟ زي شبكات البنوك. الموظفين والعملاء الخارجيين فقط لا غير. طبعا اكيد بحساباتهم. كل واحد يكون مع اسم مستخدم وكلمة سر. هذا الفكرة. طيب بشرح الآن بشكل تفصيلي شبكة الإنترنت. وشكم تشاركوني فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. نشين عرف؟ إيش الذي نشين عرف يا رأفت؟ شوف. نشين عرف ما هي شبكة الإنترنت. واحدة. متى بدأت وكيف بدأت؟ وأين بدأت؟ من بيتحكم فيها أيضاً؟ من بيسيطر عليها؟ وإذا انت تفهم الآلية حقها كلها افهم كيف وصلت إلى اليمن، كيف تم ربطنا في شبكة الإنترنت. وآخر جزئية ما هي الخدمات اللي تقدمها شبكة الإنترنت. نبدأ بأول حاجة، كيف نشأت ومتى وأين؟ بعد الحرب العالمية. أيوة بعد الحرب العالمية الثانية. انشأتها من؟ الاندماج على اساس تكون افضل طريق للتواصل مع الجواسيس. بالضبط، يعني بدايتها بدايه عسكريه صح. كيف بدات؟ شوف لو ما بدات بدات بين اثنين اجهزه داخل واحد من الجامعات الامريكيه. كانوا شو وصل جهازين زي ما هذا مثلا. ايش المشكله اللي واجهتهم؟ كيف يتم الاتصال بينهم؟ تم صناعه كابلات وربطوا الجهازين مع بعضهم البعض. نيجي هذا الفكرة. حاولوا يعملوا نفس الفكرة بين جامعتين داخل نفس المدينة. وكمان واجهتهم نفس المشكلة اللي هي الكابلات. تم صناعة كابلات بعيدة المدى وسريعة جدا في نقل البيانات. نيجي حتى على مستوى المدينة. حاولوا يطوروها فيما بعد. طبعا هذا كلام في أواخر الستينات في الخطوط بين أمريكا وبريطانيا. أنت عارف من إيش بين أمريكا وبريطانيا؟ المحيط الأطلسي. محيط كامل. كيف اربط بينهم؟ ايش اللي يسووه؟ الياف والالياف. كابلات بحريه. الالياف الطبيعية. يعني. نيجي حتى التجربه. الان شوف ايش القصه ظهرت الشركه. امريكا وبريطانيا. تعرف ان في كابلات حقنا الحين اللي بيربطوا بيننا احنا. بين احنا وجيبوتي احنا واثيوبيا. كابلات تحت الارض تحت البحر. تكون شعب يقولوا انقطع الكابل البحري انقطع. هذا كان بس بحكي. شوف الفكرة الآن كيف توسعت. دخلت الشركات مع هذه الشبكة وتوسعت بشكل عام. كثرت على مستوى العالم كلهم. تم ربطها من مدينة إلى أخرى حول العالم كامل. طيب لو أجي أشوف كيف دخلت الإنترنت عندنا في اليمن. عندنا مثلا بعد عام 90 تحولت إلى شبكة مدنية. عندنا في 96 بالضبط دخلت اليمن. جاء فريق يبصر الشبكات حقنا قال بنيتكم التحتية كلها مضروبة. غيروا السنترالات حقكم وسووا ربط بين المدن وهنا نوصل لكم كابلات. وصلوا كابلات برية وبحرية بين احنا وعمان واحنا والسعودية هذا بر واحنا وجيبوتي والثري عن طريق البحر الاحمر كابلات بحرية. وبهذا دخلنا الى من؟ الى الشبكة هذه. يعني الشبكة عنكبوتية. هل لها بداية ولا لها نهاية؟ ما في واحد على مستوى كرة الارض تملك في يوم من الايام. ولا في دولة في يوم من الأيام يمكن تملكها. وإذا كان في سيطرة بيكون على مستوى الدولة اللي موجودة فيها فقط. يعني كامل فئة معينة أو أنت عارف السيطرة اللي عندنا في اليمن؟ يمنت اللي هي عندنا المزود لخدمة الإنترنت، إيش تقدر تفعل؟ تحجب المواقع داخل إطار الجمهورية اليمنية فقط. يعني المواقع اللي مغلقة عندنا في الدول الثانية مفتوحة طبيعي. فقط تعتبر بوابة بس إنها تقدر تتحكم بالمواقع ظهورها ولا ماشي. طيب ما هي الخدمات اللي تقدمها شبكة الإنترنت؟ كان الهدف الأساسي من شبكة الإنترنت إنها تكون مكتبة المكتبة الجارية. يعني مكتبة لكل الكتب حول العالم للباحثين عن المعلومات وتزويدهم بالبيان. بس شيئا فشيئا تغير الوضع، ظهرت خدمات كثيرة عن طريق شبكة الإنترنت.
بتعرف ان اسرع تقنيه على مستوى التاريخ لحد الان انتشرت في الكره الارضيه كلها ما هي تقنيه الانترنت. خلال 20 سنه وصلت الى كل قريه على مستوى الكره الارضيه، صح ولا لا؟ انتم معي في هذا الموضوع؟ وصلت لكل مكان، بصير عندك في البلاد هتلاقي انه من اول وانت تقول ما فيش تغطية، من اول مش مشكلة الانترنت، مشكلة المزودين في بلادك يا طيب. ايوه ماشي معاهم شباب. ليش؟ ماشي معاهم، وينه؟ شبكة ايش؟ ما فيش معك من موبايل في البلاد؟ من موبايل موجود خلاص انت من 3 باي باي. انا عندنا اكشف الجزء القادم، عندنا اكشف الجزء، انا اكشف الجزء القادم لما نتكلم على شبكه الانترنت. شباب شبكه الانترنت اقدر اوصل اليها عن طريق يوم الموبايل، عن طريق لا يعني عن طريق الشبكات اللي بتزودك بالاتصالات، عن طريق الاقمار الصناعيه، اشترك عبر الاقمار الصناعيه، اشترك عن طريق الكابلات، اشترك عن طريق الواي فاي، عن طريق 3G. أمامك خدمات كثيرة أنتوا عاد تشوفوها في الجزء اللي بعد هذا تماما. يعني المشكلة مش في الشبكة، المشكلة في اللي بيزودك بالنت. طيب على العموم ظهرت خدمات كثيرة زي خدمات التجارة الإلكترونية، البريد الإلكتروني، المحادثة بالصوت والصورة، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الخدمات ظهرت لا مؤخرا. أما الهدف الأساسي فهو كان عبارة عن أي؟ تكون مكتبة للمكتبات تزود البشرية كلها باحتياجاتها من المعرفة. طيب مرة أخرى هذا الإنترنت الشبكة الداخلي وهذا الإكسترنت. الإنترنت تقدر توصل للموظفين بينما الإكسترنت الموظفين وكمان العملاء الخارجي.